البطاطا أشكال وأحجام وألوان، يحصى منها 5000 نوع بفضل المزارعين الذين حافظوا على تنوعها البيولوجي عبر القرون. البطاطا هي تراثنا وازدهارنا وتغذيتنا، سواء كانت مشوية أو مهروسة أو مقلية أو مسلوقة، نعشق مذاقها وتنوع استخداماتها. منذ زمن بعيد في جبال الأنديز بدأت قصة البطاطا المتواضعة، واحتضنت ثقافات عديدة البطاطا طوال رحلتها بفضل تغلبها على التحديات وإظهار قدرتها على الصمود. من تغذية الأعداد المتزايدة من السكان إلى دعم سبل العيش ومواجهة مناخنا المتغير، اكتسبت البطاطا الجبارة سمعتها كغذاء أساسي. فلنحتفل معاً بقوة هذا المحصول لبناء مستقبل أفضل.